خليني اقول لحضراتكم القرعه المرحله الثالثه المؤهله لكاس العالم، 10 منتخبات تم تقسيمهم الى مجموعتين او مجموعه اولى ومجموعه ثانيه، فرق درجه اولى وتصنيف اول وتصنيف ثاني، وتم اجراء القرعه النهارده في الكاميرون، يعني خلاص المجموعات كلها تم حسمها زي ما حضراتكم كده هعرضها لحضراتكم. دي المباريات اللي تم، وكان موجود وائل جمعة في الجلسة أو في القرعة، وجاءت القرعة زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الفريق التصنيف الأول هيلعب مباراة الذهاب خارج أرضه، مباراة العودة على أرضه. مصر وقعت مع السنغال، مصر مع السنغال، مصر مع السنغال، عشان الناس تبقى واضحة بس، مصر مع السنغال، هو أنا بحاول أعرض لحضراتكم، مصر مع السنغال، والجزائر مع الكاميرون، ومنتخب نيجيريا هيقابل منتخب غانا، والمغرب هيقابل جمهورية الكونغو، أيوة المغرب هيقابل جمهورية الكونغو أو الكونغو الديمقراطية، وتونس هتقابل مالي. وجهة نظري اللقاءات كلها صعبة. مصر هتقابل السنغال، لقاءات الذهاب 24 مارس بالنسبة لمصر، لقاء الذهاب في القاهرة، والعودة 29 مارس. خلينا متفائلين يا جماعة، ايه المشكلة؟ اولا الحمد لله ان انت ما وقعتش مع السنغال، ما وقعتش مع المغرب، ما وقعتش مع الجزائر، ما وقعتش مع تونس، ما وقعتش مع المغرب. وجهة نظري لو وقعت مع الجزائر والمغرب وتونس هيصعب عليك مباراة العودة قوي. بشكرك يا احمد عصمت، انت توقعت امبارح السنغال، والله ما فاكر توقعت ايه، لو ده توقعي فعلا فكروني، ده انا كده يبقى مكشوف عني الحجاب. فوقوعك مع الجزائر او المغرب او تونس هيصعب عليك مباراة العودة، لانها تبقى في الجزائر او في المغرب او في تونس، فتجنب الاحتكاك بمنتخبات شمال افريقيا والمغرب العربي. لكن السنغال مش في احسن حال، ولو انها تبقى مواجهة ما بين ساديو ماني وصلاح، ولكن مش في احسن حال. ثانيا السنغال هتيجي تلعب معاك في القاهرة، وترجع تلعب، تسافر ترجع تاني تلعب في السنغال، ففي ارهاق في السفر، انت هتسافر بس تلعب، فدي حاجة محترمة. انا قلت السنغال ده محمد توفيق، طب وانا قلت ايه يا استاذ محمد؟ كمان السنغال مش هيلعبوا على ملعب ليبول سنغور الكبير اللي في العاصمة السنغالية دكار، لان ده فيه اصلاحات وده بننفرد بيه مع حضراتكم، هيلعبوا غالبا على ملعب صغير، يا اما ملعب في مدينة تيبس او موبور، لكن مش هيلعبوا على الملعب الكبير اللي في العاصمة دكار، وده بسبب الاصلاحات اللي عليه، وده بسبب الاصلاحات اللي عليه. فأعتقد يعني مواجهة السنغال من وجهة نظري كل المباريات صعبة، ولكن انت عايز توصل كاس عالم، ففي الاخر ايا كان الفريق اللي هتقابله 90 دقيقة هنا و90 دقيقة هناك، لازم دي مباريات بقى ولا مهارة، ده مباريات يعني البذل المجهود، بذل العرق، التركيز 180 دقيقة لحلم الوصول لكاس العالم في قطر. ناس بتقول امبارح توقعت السنغال، والله ده كويس يا جماعه، طلعت يا جماعه، طب ما فيش لايك ليا، ده انا طلعت متوقع السنغال هي اللي تقابل المنتخب المصري وما خدتش بالي، اصل انا في حته التوقعات دي مش معاكم خالص، ولكن الحمد لله توقعي جه في محله. اهلا بيك يا استاذ فاروق، منورنا على الهواء مباشره. تحياتي لحضرتك يا استاذ احمد ولكل الساده المشاهدين من كل انحاء العالم، وتمنيتنا طبعا في بدايه للاستاذ عبد الناصر الزيدان بالشفاء العاجل هو وزوجته، ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب ويرجعوا لنا بالف سلامه ان شاء الله وينورنا من جديد. يا رب يا رب. أستاذ فاروق، شايف التصفيات النهارده والمرحلة الثالثة قرعة كأس العالم أو قرعة التصفيات الأفريقية المرحلة الأخيرة لكأس العالم شايفها إزاي؟ والله يا استاذ احمد انا القرعه طبعا بالنسبه لي كانت يعني غير متوقعه بالمره، فحضرتك قلت السنغال اه بس يعني انا كنت مستبعدها شويه، انا كنت اتمنى يعني يكون منتخب زي تونس، يعني تونس يمكن اكتر منتخب انا كنت اتمناه، لان مستوى تونس يكاد يكون قريب من مستوانا، مش المستوى اللي هو تخاف منه. السنغال عموما في البطوله دي برضو عشان بس الناس تبقى واضحه هو اسم، لكن لما نيجي نبص لاحصائيات السنغال في بطوله امم افريقيا لا هتلاقي المنتخب ده مش موجود، يعني بهدف واحد صعد كأول مجموعة بيتعادل مع يعني المباراة الوحيدة اللي صعدته كان مباراة زيمبابوي، وهدف في الدقيقة 94 من ضربة جزاء شوطة من بره 18 جت في ايد اللاعب وعلى خط ال 18، يعني زي ما بنقول هدف فطيس كده وفوز أي كلام، هو ده اللي صعدهم.
هو ده اللي صعدهم، الهدف ده من ضربه جزاء اللي صعدهم. والمباراتين التانيين كلين شيت مع مين؟ لما نشوف انهم مع غينيا ومع الفريق الثالث ملاوي، يعني ما هياش فرق تخوفك. او مش ملاوي، كان معاهم مين؟ كان معاهم في المجموعه بتاعتهم غينيا. الناس بس اللي بتسأل مين اللي كان مع الحاج ضيوف، كان ايمانويل اديابور ديبايور، اديبايور نجم منتخب توجو. طبعا نجم توجو. صح، انا بس بوضح ردا على رسالة احد المتابعين. نورنا يا استاذ احمد، فانت ابراهيم من كندا، اتفضل. فانت حضرتك لما تشوف القرعه، لا ما تخافش، يعني لما تشوف منتخب مستوى منتخب غانا ما تخافش، لكن باللعيبه اللي عندنا ما نخافش، لكن مع كيروش تخاف، يعني مع كيروش بالاداء ده تخاف، لكن لو لعبتنا مع اي مدير فني تاني، لا انا اقول لحضرتك ما تقلقش وما تخافش، ان شاء الله نقدر. منتخب السنغال قوي دفاعيا، مش لكن هجوميا ما كانش موجود، يعني ساديو ماني مش موجود خالص اصلا في البطوله. الهدف الوحيد اللي جابه من ضربه جزاء، غير كده حتى الصحف السنغاليه كانت بتتكلم هو ليه ساديو ماني ما جاش مع محمد صلاح من ليفربول، تمام؟ فده في حد ذاته مدينا شويه، يعني مش مدينا دفعه شويه، ولكن تشوف على الناحيه الثانيه الثقه. الحاج ضيوف لما اتسال انت رايك ايه؟ قال لك اكيد طبعا السنغال هتصعد مهما كان مين اللي قدام، احنا اللي صاعدين. يعني هو بيتكلم بثقه كبيره جدا، لا انا منتخب بلدي انا اللي صاعد، انا ما حدش هيكسبنا، احنا اللي هنفوز واحنا اللي هنصعد بالبطوله وهنصعد كاس عالم. والموضوع يعني بيتكلم على اساس ان الموضوع لا جدال عليه ولا جدال فيه، يعني حتى في دي كمان كان واضح جدا يعني الثقة الكبيرة في الحاج ضيوف. عجبني جدا جدا بقى على الجهة المقابلة رد فعل كابتن محمد أبو تريكة، حقيقي عجبني جدا جدا جدا. قال لك احنا البطل ما بيخافش من حد، البطل اللي لازم يبص لنفسه، لعيبه مصر دي لازم تبص لنفسها، انتوا ابطال، بص على التيشيرت بتاعك هتلاقي 7 نجوم، انت اللي تخاف منك، انت اللي تعمل لك حساب، مش المنتخب، مش انت اللي تعمل حساب لحد. انت لازم اللعيبه دي تكون على ثقه، ولازم اللعيبه دي توصل لها الثقه في نفسها، ولازم يعرفوا نفسهم كويس، ارفعوا اسم بلدكم وعلوا واعرفوا حجم وقيمه بلدكم وارفعوا اسمها عالي، ما تخافوش من حد، واللي المفروض يخاف منك هم مش انت. فانت لازم تفتخر ولازم تعرف ده كويس ان انت لعيب. وقال لما لعبنا كوت ديفوار في كاس الامم 2008 كان نجوم بتعج بيايا توريه ودروجبا وكايتا وعبد القادر كايتا، طبعا معروف اللاعب التقيل الكبير الكوت ديفواري، قال لك كان جيل ما فيش بعد كده وجيل مكسر الدنيا. وقال لك لكن لما جينا في كاس الامم، قال لك احنا ما كانش عندنا محترفين كتير، لكن لما جينا لعبنا قصاده، لعبنا باسامينا ولعبنا فزنا عليهم، يعني زي ما بنقول مرتاح جدا، 4 اديناهم 4 وفزنا وصعدنا للنهائي وكسبنا البطوله. فالكلمات دي جدا انا بحترم جدا جدا كابتن ابو تريكه عليها، لان كلمات فعلا زي ما بيقولوا اثرت كبد الحقيقه، ولو فعلا اللعيبه دي حاطه في دماغها الكلام ده الموضوع ده هيفرق معانا كتير. ولكن برضو هرجع واقول انت عندك مدير فني نتمنى من ربنا انه يصحى ويفوق بس شويه معانا، عشان الموضوع مش مستحمل خالص والله يا استاذ احمد اي يعني اي كلام في اخفاقات في كاس العالم، لان الناس كلها مستنيه، وده الطبيعي الطبيعي بتاع منتخب مصر. مش احنا نروح مره بالصدفه، لا احنا نروح مره ومره واثنين وثلاثه ورا بعض، مش مره واحده. ان شاء احنا الله منتخب مصر واسم كبير ومنتخب كبير. ان شاء الله ربنا يوفقنا في مباراتي السنغال، وان شاء الله مصر مش بعيده انها تتاهل، ويبقى تاني سنه على التوالي مباراه الذهاب مع السنغال هتبقى في القاهره 24 مارس، العوده هتكون 29 مارس. تاني المباريات السنغال مع مصر، الجزائر مع الكاميرون، نيجيريا مع غانا، المغرب مع كونغو الديمقراطية، تونس مع مالي، وبالتالي مصر تصطدم مع السنغال، الذهاب في القاهرة 24 مارس والعودة 29 إن شاء الله في السنغال.